المنح تم توزيعها اليوم تمام، لكن نتمنى انه يفتتح الرابط مره اخرى من قبل وزاره التعليم العالي لتقديم اغلب الطلبه على الرابط الجديد، وبنفس الوقت نتمنى من وزاره التعليم انه تكون اكثر رؤيه للطلبه من اجل تخفيض الاجور الدراسيه لغير الشهداء. هذا الامر لاصحاب الدخل المحدود، هذا الامر قاعد يناشدون به الطلبه، ونتمنى من وزاره التعليم العالي عن طريق قناه الموصليه بانه يصل هذا الصوت باذن الله. العام القديم كان هو عام يعني حقيقه شعرت به بالايجابيه، بالاشياء الايجابيه اللي فعلتها انا حقيقه بالنسبه لي شخصيا. والعام الجديد اسال الله ان تكون يعني اكثر ايجابيه واكثر فعاليه، ونحن كمجتمع إن شاء الله نكون متكاتفين متآلفين ومتراحمين فيما بيننا إن شاء الله. أمنيتي حقيقة أن دائما نكون يعني يد واحدة كطلاب يعني، ومتفاهمين من خلال التجارب والمعرفة العلمية والعملية، ونصلح يعني المجتمع يعني حقيقة، لأنه الشباب الآن يعني الحقيقة أنه وعيهم صار أكثر توسعة من ذي قبل، لأنه تعرف يعني من شفنا الحروب ويعني التجربة يعني الحرب علمنا كل شيء. العام الماضي الحمد لله تنعمنا أنا وعائلتي بالصحة والسلامة والعافية، وجميع الطلبة العراقيين أتمنى لهم دوام الصحة والعافية. أتمنى من الحكومة العراقية وأتمنى من المعنيين في جامعة الموصل أن نرتقي أكثر بعد، لأن جامعة الموصل مثل ما متعارف عليه هي الجامعة كانت من الجامعات الأوائل على العراق. أتمنى عام دراسي جديد يزهو بالتطور والعلم والارتقاء. أكيد أمنياتي النجاح والسلامة للجميع، وأحد أمنياتي من أخلص يعني أتخرج أروح أدرس الماجستير بدول أحد الدول الأوروبية. أنا هسه بقسم الكيمياء، حتى بمختبراتنا يعني مو كل شيء متوفر. أكيد أكو تعب بروح وجاي، لأن أنا من دهوك أجي وجامعة بعيدة مني، موجودة أقسام داخلية بس يعني هواية بنات يسكنون يعني بغرفة مثلا، أي ازدحام ما أقدر أدرس بينهم يعني. أتمنى يعني يا ريت لو كان أكو أقسام أخرى يبنون أقسام أخرى.